ارحمي يا راحت العقل ترحمي من شفاهات طال سقامي كيف نبقى حيور وانتي مسلية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم اليوم فيديو جديد ان شاء الله على بركة الله. اليوم واحد شقة صغيرة ملقا دائما ملقا للبيع، كيف ما كنقول لكم دائما جديد في قناة يوميات فاتي. هاد لابارتمون في دوزيام ايتاج باغا تباع، الميتراج ديالها 49 متر في لابارتمون و 6 متر في الكراج، يعني كلها 55 متر. والطابق الثاني والشيء اللي كيميزها هاد لا تيغاس كينا دخله، هي في دوزيام ايتاج عندها واحد الفصاله زوينه انها كتقدر تدخل من هنا من لا تيغاس، غادي نوريكم مرحله بمرحله، او لا تدخل من باب الدار كيف ما شفتوا معنا. هذا هو لا تيغاس اللي فيها، وهاد لابارتمون فيها شومبر وحده وصالون حمام وكوزينه بطبيعه الحال. هذه هي الدخله ديال لابارتمون كيف ما شفتوا معنا، مشمشه وضاويه هنا عندها الدخله، هنا الصالون، وهنا كتبقى اونفاس معاه الكوزينه، هنا كاينه لا شومبر والحمام بطبيعه الحال. كيف ما قلت لكم هاد لابارتمون هنا كاينه الكوزينه اللي كتبقى دائما اونفاس صالون. الميتراج ديال هاد لابارتمون 55 متر، ودائما كيف ما كنقول لكم الثمن قابل للتفاوض. مول لابارتمون كيقول 7500 درهم للمتر، 7500 درهم للمتر، ودائما الثمن راه قابل للنقاش كيف ما شفتوا معنا. فيها واحد لاتيغاس اللي كيميزها عن باقي الشقق انها عندها واحد لاتيغاس كبيره، وفي نفس الوقت عندها بابها بوحدها من لاتيغاس، يعني معزوله على لابارتمون. هذه لا شومبر اللي فيها حتى هي كتخرجنا لهذا البالكون اللي غادي نوريه لكم حتى هو. ودائما بالنسبه للناس اللي اول مره كيشوفوا القناه عندي، ما ينساوش يتابونا ويضغطوا على الجرس باش دائما يوصلهم الجديد. وكذلك الناس اللي باغيين يبيعوا لا بارتمون ديالهم، انا دائما كنخلي التليفون في لي كومونتير، اللي باغي يبيع او لا باغي يشري يتصل بيا واتساب بطبيعه الحال لمن يهمه الامر، يا في اي بروجي اي واحد عنده لابارتمون ديالو بغى يبيع بطبيعه الحال يتصل بيا. كيف ما قلت لكم هنا الصالون. وبالنسبه للناس اللي كيسولوني على الاصلاحات وهذا، ان شاء الله غادي ندير لكم فيديوهات على الديور اللي مصلوحين. هذا هو لا تيغاس اللي كاين، كتخرج له من الصالون وكتخرج له حتى من البيت. هنا الصالون والباب الاول كتخرج له من لا شومبر اللي فيه، هذا هو لا تيغاس اللي عندها. كيف ما قلت لكم لابارتمون مشمشه ضاويه، والثمن ديالها 7500 درهم للمتر، والثمن دائما قابل للتفاوض. غادي نخلي لكم الرقم السيد المعني بالامر، وبطبيعه الحال حتى التليفون ديالي، واللي بغى ان شاء الله راه ضروري ما يصوب في الثمن. كيف ما قلت لكم الطابق الثاني وهي كتطلع على الطريق الرئيسيه ديال اللي كدير بوزنيقه، ودائما في المنصوريه بطبيعه الحال، وترقبوا ان شاء الله فيديوهات جداد. وبالنسبه كيف ما قلت لكم للناس اللي كيبغيو كيقولوا لي اننا بغينا نشوفوا الاصلاحات ونشوفوا هذا، ان شاء الله غادي ندير لكم فيديوهات، وغادي نخلي لكم الرقم ديال واحد السيد حتى هو كيدير هادشي ديال لي طرافو، يعني كيصاوب الرخام، زليج، طنجرات، الالومنيوم، صباغه، القبص، كلشي كلشي عنده سوسيتي، هو كيتكلف لك بلابارتمون ديالك اذا بغيتي تصلحيها وتقاديها. غادي نخلي لكم التليفون ديالو في صندوق الوصف، تقدروا تعيطوا ليه، حتى هو عنده استشاره، يعني اي حاجه بغيتي تصاوبي في لابارتمون هو يصاوبها لك. انا غادي نخلي لكم التليفون ديالو، بما ان الناس كيسولوني على هاد القضيه ديال ان بغي شي حد الاصلاح وهذا، عرفتي الناس كيبغيو يصلحوا، انا غادي نخلي لكم صندوق الوصف دائما التليفون ديال السيد المعني بالامر، وتقدروا تتصلوا به.
وهذه هي لابارتمون اللي درت لكم فيها هاد الدوره خفيفه كيف ما قلت لكم. دائما كنذكر بالمتراج 55 متر 49 متر في لابارتمون و 6 متر اللي كتبقى دائما ديال الكراج حتى هي كتدخل مع لابارتمون، يعني المجموع كله 55 متر. الثمن ديالها 8000 درهم للمتر، ودائما كيف ما كنقول لكم الثمن راه قابل للتفاوض. هذه هي لابارتمون اللي شفتو معنا، انا وريتها لكم واللي عجباتو وما عليه يتصل بالرقم المعني بالامر، ودائما راه الثمن قابل للنقاش. وشكرا على مشاهدة الفيديو. ارحمي يا راحت العقل ترحمي من شفات طال سقامي، كيف نبقى حيور وانتي مسليا روفيها الغزال فاطمة. ارحمي يا راحت العقل ترحمي من شفات طال سقامي، كيف نبقى حيور وانتي مسليا روفيها الغزال فاطمة. يطعن ويزيد بالجراح عدامي في غراض هاد الدامي، غير ملكت عقلي بجمالها وغلقت عنوام بالمرحمة. ارحمي يا راحت العقل ترحمي من شفات طال سقامي، كيف نبقى حيار وانتي مسلية روفيا الغزال فاطمة. فاطمة صدمي يلي داويتي جسمي، عمري بالعز وحكمي ولا تحشمي ونشوفك يا الباهية قدامي، ورقي ببصر وعامي والحسود فوفلا وانا معاك تحت خيام الليل المخيمة. ارحمي يا راحت العقل ترحمي من جفاك طال سقامي، كيف نبقى حيار وانتي مسلية روفيها الغزال فاطمة. ارحمي يا راحت العقل ترحمي من شفاك طال سقامي، كيف نبقى حيار وانتي مسلية روفيها الغزال فاطمة. ارحمي يا راحت العقل ترحمي من شفاك طال سقامي، كيف نبقى ارحمي يا راحت العقل ترحمي من شبك طال سقامي، كيف نبقى حير وانتي مسلية روفيا الغزال فاطمة. ارحمي يا راحت العقل ترحمي من شبك طال سقامي، كيف نبقى